طرابلس أشلاء، زيارات سياسيين، مسيرات تضامنية ووجع منكوبين. بلال بارودي شهادة إمام. أستبعد يكون حزب الله يكون له علاقة بالموضوع. المفتشون اليوم في الغوطة وبضمانات. وفي النشرة مرسيل خليفي زاهدا بين حرير وصلات. صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية. أحد سياسي بعد جمعة آلام في طرابلس، بلسمات لا تعيد الأرواح لكنها تدفع باتجاه عودة الحياة إلى مدينة أرهقتها رصاصات المحاور قبل أن تدميها التفجيرات. ليالي الشمال حكما حزينة، وهي تبحث عن بقايا ناسها وآخرهم ما وجد على سطح أحد المباني قرب مسجد التقوى، حيث عملت الأدلة الجنائية على انتشال رأس بشري منفصل عن الجسد. وتخفيفا عن حزن النهارات، اندفعت ثلة من الزيارات للتعزية، كان آخرها هذا أو مساء أمس زيارة للبطريرك ماربشارة بطرس الراعي الذي رمى بالخلافات السياسية سببا لما يحدث، ورآها فرصة لالتئام القيادات حول طاولة الحوار. سبقته إلى طرابلس النائبة بهية الحريري التي قارنت بين عبرة والفيحاء في تقارب غير متجانس عن واقعتين مختلفتين وفيه ظلم لشهداء الجيش والمسجدين على حد سواء. لكن وكما أن هناك سيارات مفخخة، تحتوي البلاد على خطابات مفخخة أيضا، ومن شأنها أن تكون شريكة في الألم وصانعة لغة التباعد. وبينها تصريحات على مدى الساعة للنائب خالد الظاهر يتهم فيها حزب الله بأن له بصمات واضحة على تفجيري طرابلس. هذه المعلومات نفاها شاهد من أهل المسجد، فقد أعلن إمام مسجد السلام الشيخ بلال بارودي للجديد أن زنة العبوة قدرت ب 150 كيلوغراما، كاشفا عن شاهد رأى واضع المتفجرة. لكن بارودي قال إننا لا نتهم حزب الله ولا التوحيد، وأن خصمنا هو النظام السوري الإيراني وشبكة سماح مملوك. وعلى المقلب السوري تطورات كيماوية متسارعة تسابق الأسطول الأمريكي إلى المتوسط، فالحكومة السورية فتحت غوطتها الشرقية أمام المفتشين الدوليين الذين يتوجهون إليها اليوم وبضمانات عدم إطلاق النار. ولكن ربما كان على هيئة التفتيش أن تتوجه أولا إلى دارة لوران فابيوس، حيث الخارجية الفرنسية باتت لديها معلومات مؤكدة عن مسؤولية النظام في استعمال الأسلحة الكيميائية، وهو وضع معلوماته في الخزانة الإسرائيلية لدى لقائه شيمو بيريز. وعلى قدر تهيئة المناخ ولو إعلاميا إلى الضربات الأمريكية بمسوغات كيميائية، فإن التسويات قد اندلعت من بوابات غير متوقعة. وفي عرف التسويات السياسية أنه ما من وساطة دخلها سلطان عمان قابوس إلا وعاد بثمراتها، وزيارته إلى إيران تشي ببدء الرأساء الأمريكية السعودية الإيرانية على جناح عماني، ومباركة لهذه المساعي أو اطمئنانا إلى نتائجها. وصل سفير جيفري فلتمان إلى طهران. قناة الجديد تدخل منطقة المنكوبين، والنكبة تعاينها الزميلة يمنى فواز. حداد على الشهداء وبحث عن المفقودين في انفجاري طرابلس حال مختلف مناطق المدينة، والمنكوبين التي اعتادت على الموت كان لها حصة أيضا في منزل آل الناظر الذين فقدوا الأب عبد الهادي وطفله ابن 13 ربيعا. ما ودوا لي أخي وأبي بفرد يوم، أنه لا عملوا إكلاس، بس بدي أفهم ليش ما ودوا لي أبي. ليست فاطمة وحدها من تندب والدها، فإخوتها الخمس أيضا يشكون إلى الله رافعين أيديهم إلى السماء ليأخذ بحق والدهم وأخيهم اللذين استشهدا أمام مسجد التقوى، وهما ينتظران أمام بابه لبيع العصير من أجل أن يحصلوا لقمة العيش.
الله يوفق اللي كان السبب، ان شاء الله يا رب بيصير بولاده مثل ما عملوا فينا، ان شاء الله بينحرق قلبه مثل ما حرقوا لنا قلبنا. الله لا يخلي له ولاده بالبره، ان شاء الله بيبليهم بمرض ما بيقوموا منهم. خذلنا حقه منه، الله ينتقم منه ويورجينا يوم مثل ما ورق، الله يحرق قلبه مثل ما حرق لنا قلبنا على عيون. إلهي يا رب، إلهي يا رب، الله يحرق قلبه مثل ما حرقوا لنا قلبنا. اخواتي كلها صغار، يتمنى نحن كلياتنا صغار. يعني انتوا اربع اخوه، انتوا سوا هيك. صبي كمان. عبودي ابن السبع سنوات كان له نصيب في الحياة، إنها المرة الأولى التي لا يذهب فيها مع والده إلى المسجد. عبودي. اسمك عبودي؟ أنت بتصلي بالجامع؟ كل أي متى بتنزل على الجامع؟ كل يوم؟ وهيدي الجمعة ما نزلت مع البابا؟ ليه؟ ما خلى أبو. لا يقوى صديق عمره أن يمسك نفسه عن البكاء، وأكثر ما يؤلمه فقدان جثمانه. أنا صديقه بدل أخو، يعني لأنه يهمله أنه هو أخو. هذا ابنه، هذا مين بده يربي له، هذا مين بده يكفي له علمه، هذا نوع الغولي، الغولي اللي راح. أنا كان يجي لعندي يقول لي إن شاء الله بموت بستشهد قبل منك لا تشيل فيني يا سمير. وهذا اللي صار، واتمنى الشهيد هو وتلقاه إن شاء الله. بس علي إنه بعد ما لقيت الجسد. هسا ما لقيته. المصيبة هسا ما لقيناها، هذا كله أقاويل وحواديث ما حدا عارف شيني من شي. يعني هسا ناطرين بس لنشوف الفحص الدي ان اي. انا نزلت على مستشفى الاسلامي وفلشت انا بالبراد، انا فت على التبريد فلشت بالجسس. ما بدك تعرفي، ما بدك تعرفي، ما بدك تعرفي الاشلاء شو هي، ما حدا عارف شي من شي. الاخ المفشوع يطالب بمساعدته ليستلم جثمان شقيقه عبد الهادي. شو بنعمل؟ والله مين بدنا نحكي؟ مع مين بدنا نحكي؟ ناس بيقولوا لنا روحوا على السلام، ناس بيقولوا اطلعوا على الحكومة، طلعوا، ما في حدا ما بيعرفه. يعني أنا الجسد يعني تقريبا يعني تشبهنا بالجسد تبعه، إنه هو ولا لا، أنا عرفته هو إنه هو هذا أخي. رحنا على الإسلامية إنه لأنه على الأقل ما فينا يعطوها نيال حتى يعملوا لنا التحاليل وفحص حتى يبين معنا إنه هو ولا لا. بس ما في حدا عم يساعدنا، كل واحد منا يعني عم يفكر عم يعني المأساة كانت عظيمة عندكم إيه؟ مأساة قوية. أبو عمر ابن حارة المنكوبين يسلم أمر الشهداء إلى الله. نحن أول شيء منطقة المنكوبين تعودت ضحي بالشهداء. أخواتنا اللي استشهدوا أول شيء نحن نوضع حقهم عند الله، عرفتي؟ لأنه ما بيأخذ الحق إلا ربنا. ونحن إسلام وتعودنا على المصاب، وهذا مصابنا إجينا ونشكر الله. أهالي الحارة يؤكدون جميعا أن السياسيين هم سبب الفتنة وما وصلت إليه طرابلس وكل لبنان. إمام مسجد السلام الشيخ بلال بارودي يتحدث للجديد عن زنة العبوة وعن شاهد للتفجير ويقول إن عدونا محدد. لهذا السبب اعتقل الشيخ أحمد غريب. وجوده أمام مسجد التقوى يتكلم على الهاتف بين الدمار. وبحسب مصادر خاصة بالجديد فأن الشيخ غريب الذي ما زال موقوفا فلا تهمة عليه في قضية التفجيرين، إنما يتم التحقيق معه في قضايا سابقة منذ أن كان أحد كوادر الشيخ هاشم منقارة. أما فيما يتعلق بقضية مسجدي التقوى والسلام فتؤكد المصادر ذاتها أن الموقوفين الأربعة الذي يتم التحقيق معهم لهذه الغاية لا علاقة لهم بالتفجيرات. وفي مقابلة خاصة بالجديد يؤكد الشيخ بلال بارودي إمام مسجد السلام أن المفجر شهد من إحدى شباب المسجد أثناء ركونه السيارة المفخخة. والمعلومات المهمة هي اللي ممكن تغير مسار لبنان كله، أنه زنة الوزن العبوة 150 كيلو جرام. نحن كنا متوقعين نعرف من وزنها قبل ما يحطه، ما أدى وزنها للعبوة. أنا بعتقد حتصب بمحل واحد يلي هو بده يخرب لبنان على مدى 30 سنة، سواء كان لبناني، سواء كان سني، سواء كان شيعي، سواء كان درزي، سواء كان سوري، سواء كان إيراني، سواء كان من مكان. في نهج متبع الآن لتخريب هالبلد. التحقيق أنا متأكد ولو وصلنا ما بس لزينة العبوة ونوع السيارة وزينة الزلمة فورد، أنا أقوله فورد، وفي شاب شافه شافه للزلمة هو عم يحطها للسيارة، طاقتين انفجرت.
ولا يتهم الشيخ البارودي أي طرف لبناني بالتفجيرات، كما يستبعد أن يكون الشيخ غريب مسؤولا. ما عندي معلومات، بس أنا أخشى تسريب هالمعلومة بتكون مثل قضية حسام يلي طلع هو عم يتهم حاله مشان يصرف التحقيق لمحل تاني، لأن أول ما طلع أنه هال من التوحيد الإسلامي أو من هال من طرابلس، نحن ما ممكن نتخيل يكون حدا من طرابلس يزي أبناء طرابلس، ولو حتى كان التوحيد الإسلامي. التوحيد الإسلامي آخر شيء أبناء طرابلس إن كان أخطأوا بخياراتهم عم يرجعوا شوي وشوي، بس نحن ما فينا نتهم حدا من طرابلس أبدا. من اتهامنا الرسمي لكل جرائم لبنان للنظام السوري الإيراني، يعني أنت عم تحكي أو لمشروع مشاهد اسمها مملوك، عم تستبعد أن يكون الشيخ أحمد الغريبي له علاقة بالموضوع؟ أو أستبعد يكون حزب الله يكون له علاقة بالموضوع. أنا أتهم أزرع عم تستأجر ربما من قبل مين من كان، ربما يكون المستأجر شيعي، ربما يكون المستأجر سني، المستأجر مسيحي، ما بنعرف، بس هو عم يصد خانة المشروع الإيراني السوري الذي دمر العراق وسيدمر لبنان. يرجح المتابعون أن الخيوط بيد الأجهزة الأمنية المعنية، وأن لديها كل الحقائق فيما يتعلق بمن يقف خلف هذه التفجيرات. وأحد طرابلس يوم نشط فيه المجتمع المدني. التفاصيل مع رونا حلبي التي عاينت الجرحى في المستشفيات. لم تسترح طرابلس ولا أهلها في يوم الإجازة، فيوم الأحد هذا يصادف ثالث أيام فاجعة طرابلس الشمال. عملية رفع الأنقاض بدأت، وقد شهد قصر نوفل في منطقة التل اجتماعاً ضم رئيس بلدية طرابلس نادر الغزال إلى ممثلين عن المجتمع المدني بهدف دمج الجهود الحكومية والمدنية لإعادة إعمار المنطقة. مستعدين ننسق مع كل العالم، بس نحن ابتداء من الساعة 12 هنكون موجودين بالتوازي بالموقعين قد بعضهم، كليتهم أعزاء على قلبنا الموقعين. الشهداء سقطوا هني أهلنا، والمنصابين هن رفقاتنا وأهلنا كمان. شو العمل يعني اللي حتبلشوا فيه بكرة الساعة 12؟ نحن كتجمع أخذنا على عاتقنا مسح سريع للأضرار المادية بالمحلات التجارية بكل المواقع، على أمل أنه نبلش دغري بالترميم. نحن ما زلنا لغاية اليوم، لغاية من ربع ساعة كنا بقدام جامع التقوى، وبعدنا عم تنشال أشلاء. والحقيقة توجهت أنا لرئيس مجلس إدارة مستشفى الحكومي بتسريع دراسة الدي إن إيه، لأنه الناس حاب تعرف زويها وين صارت. فآمل أنا فعلا أن يتم التسريع هذا الأمر. وبالعودة إلى اجتماعنا، الاجتماع الحقيقة يتضمن أمور لوجستية فيما يعني إزالة الركام وإعادة الوضع على ما كان عليه من قبل. في مستشفيات طرابلس أعداد الجرحى إلى انخفاض، ومن منهم ما زال في المستشفيات يتماثل إلى الشفاء. والله الحمد لله، ولا كنا بالجامعة نصلي وصور مع الانفجار معنا. والله كنا نصلي بجامعة التقوى، هي طلع تفجير. صار تفجير. شو إصابتك يعني؟ والله مكسور معي 3 فقرات ومتزمة الرئة. والله كنت طلع من حد طريق الميناء، وطلع هيك من حد الجامعة، فجأة بقطع الجامعة ما بلاقي إلا شفاء. كنت ركب على المطار وقلبت ما تحسيت عشي. وقد طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر من أهالي الشهداء والمفقودين إجراء فحوص الحمض النووي من أجل تحديد هويات الشهداء. وفي ساعات ما بعد الظهر نظم تيار المستقبل مسيرة انطلقت من مسجد التقوى وصولا إلى مسجد السلام تضامنا مع الجرحى وأهالي الشهداء. وبطبيعة الحال لم يخلو يوم الأحد من الزيارات والجولات السياسية التي تكثر بعد وقوع الواقعة. إذا كان التشنج الشعبي بعد تفجير مسجدي التقوى والسلام أمرا مفهوما، فإن قليلا من التقوى في تصريحات السياسيين قبل التفجيرات لا بعدها لا شك يعزز فرص عبور طرابلس وكل لبنان إلى ضفة السلام. من طرابلس، رونا حلبي، قناة الجديد. البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يعزي بشهداء تفجيري طرابلس، ويؤكد أن شهداء طرابلس والضاحية سقطوا نتيجة عدم التوافق والمصالحة.
بكلمات المواساة هذه توجه البطريرك الماروني الكاردينال ماري بشارة بطرس الراعي بمعية وفد من المطارنة الموارنة إلى جموع المعزين الذين توافدوا إلى معرض رشيد كرام الدولي لتقديم واجب العزاء لذوي الشهداء في انفجاري طرابلس الإرهابيين اللذين هزا المدينة يوم الجمعة الماضي. البطريرك الراعي وفي كلمته المستنكرة للتفجيرات سأل: أليس هذه الكوارث كافية لتكون ثمنا للجلوس إلى طاولة الحوار الوطني داعي الجميع إلى تحمل الواقع في لبنان ومواجهة التحديات؟ أنا بدي أعبر لكم عن عواطفنا العميقة وعن ألمنا الكبير، وتأكدوا إنه هذا المصاب مصابنا كلنا. نحن عائلة وحدة، مش ممكن أكيم الفرح أو بالحزن، أو كلنا بنفرح أو كلنا بنحزن. بدي وجه ندي للأفرقاء السياسيين المتنازعين في لبنان، بدي أقول لهم والكلام لإلنا كلنا، ما بيكفي إننا نندد ونستنكر ونعزي بالكلام. أنا بعتقد دماء شهدائنا وقعوا بطرابلس، ودماء أهلي أريقت بضاحية في بيروت، تستصرخ ضمائرنا كلنا، وبنوع خاص تستصرخ الأفرقاء المتنازعين في لبنان. بدي أقول لهم إنه كل هاللي سقطوا شهداء، أنا بعتقد نتيجة عدم التوافق بين اللبنانيين، نتيجة عدم المصالحة، نتيجة عدم الجلوس معا حتى نتحمل سوا الواقع في لبنان ونواجه التحديات الكبيرة. نشكر لصاحب الغبطة تلطفه وتكرمه وتشريفه لمشاركتنا هذا العزاء. نحن يا صاحب الغبطة نشعر أهل السنة بأننا مضطهدون في لبنان، ولا أقول بأن شركائنا المسيحيين يضطهدوننا، ولكن أقول بأننا نضطهد على أعينهم، أي يسمعون آلامنا وأوجاعنا ولا يتحركون. ليس هم الذين يجيعوننا، ولكن يعرفون آلامنا ويحسون بأوجاعنا ولكن لا ينكرونها. نحن صاحب الغبطة نشعر بأن شبابنا يعتقل لأدنى تهمة ويزج في السجون عشرات السنين بدون حتى محاكمة. وقال الرافعي: لابد أن نبني الوطن معا، مشيرا إلى أن الذي فجرنا واستهدف شبابنا ومصلينا هو نظام مجرم، وهذا النظام يدعمه بعض شركائنا في الوطن. وتحت عنوان طرابلس لن تنجر إلى الفتنة، نظمت مسيرة تضامنية لقطاع الشباب في تيار المستقبل. شارك فيها منسق عن طرابلس في التيار النائب السابق مصطفى علوش وعدد من ناشطي هيئات المجتمع المدني. وقد انطلقت المسيرة من أمام مسجد التقوى وخرقت بوليفار فؤاد الشاب مرورا بتقاطع الروكسي وشارع الميناء وصولا إلى مسجد السلام، ورفع خلالها المشاركون لافتات تدعو للسلام ونبذ العنف والفتنة، فيما توجه علوش بالدعوة إلى نبذ التطرف والإرهاب. نفى منسق تيار المستقبل في الشمال مصطفى علوش ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن الإشكال الذي تعرض له في المسيرة التي نظمها التيار في الشمال، وذلك في مقابلة له ضمن برنامج الأسبوع في ساعة. هيا، أنا فوجئت بشكل واضح باللي ظهر على الشاشة عندكم وببعض اللي تناقلته يعني وسائل التواصل الاجتماعي واللي بتتحدث عن تعرضي لاعتداء. الواقع هو أنا أنه كنا متجمعين أمام جامع التقوى، نعم، وجرى جدل بيني وبين مجموعة من الشبان المتجمعين هونيك واللي كانوا عم يلوموا الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل على مهادنته ومسيرته لحزب الله على مدى السنوات الماضية، وحتى راحوا إلى أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري اللي شرع المقاومة وحمى حزب الله بهذيك الوقت وارتد عليه حزب الله على الرغم من كل هالشيء. أيضا كمان لامونا بتيار المستقبل لأننا متمسكين بمشروع الدولة
فيما الميليشيات التابعة لحزب الله تسرح وتمرح خارج إطار الدولة. ولامونا أيضا لأنه نحن رفضنا دعوات التسلح والمواجهة بالعنف. سجال كلامي يعني صار فيه جورج. سجال كلامي يعني سجال كلامي نعم سجال وجدل على الموضوع هذا، وكانت بالنهاية أني أنا قلت لهم هذا الكلام نحن ملتزمين فيه ونحن مصرين على المشروع هذا، وإذا حابين أنه نفوت بحوار على الموضوع أنا مستعد. وأنا برأيي أنه هيدي الشغلة ما يعني ما لازم تبقوا على الرأي تبعكم، وكملنا المسيرة بالحقيقة لا أكثر ولا أقل. أعلنت قناة الان بي ان بعد منتصف ليل أمس عن تفكيك عبوة ناسفة كانت موضوعة في حوض من الزهور عند مدخلها في محلة الجناح، كانت مجهزة تماما وينقصها فقط رابط التفجير. النائب محمد رعد يرى أن سبب التفجيرات ليس تدخل حزب الله في سوريا، وإنما لتحريض الناس على الفتنة. والنائب حسن فضل الله يدعو إلى مواجهة التهديد الأمني بالحوار والسياسة. حذر النائب محمد رعد من أن التوجه إلى تأليف حكومة الأمر الواقع إنما هو محاولة لصب الزيت على النار، ولفت في ذكرى أسبوع الشهيد حسام نسر الذي أقامه حزب الله في بلدة كفرصير إلى أن الهدف من التفجير ليس قتل الناس فحسب، بل أيضا هو جر الناس ليقتلوا بعضهم بعضا. التفجير في الضاحية جاء البعض ليقول أن سببه هو تدخل حزب الله في سوريا. طيب ماذا عن التفجير في طرابلس؟ المسألة ليست مسألة تدخل المقاومة في سوريا، المسألة أن من يفجر ومن يمول ومن يصب الزيت على النار من أجل تحريض الناس على الفتنة في لبنان هو صاحب مشروع مساومة. وفي الاحتفال التأبيني الذي أقيم في ذكرى مرور أسبوعين على استشهاد الزميل محمد صفا الذي قضى بتفجير الرويس في النادي الحسيني لبلدة ميفادون الجنوبية، رأى النائب حسن فضل الله أن الحل لما يحصل في لبنان هو بالتلاقي والحوار من أجل الوصول إلى أولوية وطنية أساسية تتعلق بدماء الناس وأمنهم وحياتهم. ألا يوجد خطر حقيقي اليوم على لبنان من هذه السيارات؟ ألم نحذر من أن هؤلاء يريدون أن يتنقلوا بين منطقة وأخرى؟ ألم يقل قائد الجيش أن هناك خلية إرهابية فجرت في الرويس وتريد أن تفجر في أكثر من منطقة لبنانية؟ أليس هذا تهديدا؟ كيف نعالج هذا التهديد؟ بالسياسة. وشدد فضل الله على أن حجم القلق الذي ينتاب اللبنانيين يتطلب خروجا من الخصومات والإتيان بحكومة وطنية قادرة على معالجة الوضع الأمني. أهلا بكم من جديد. دمشق تسمح لخبراء الأمم المتحدة بالتحقيق في استعمال السلاح الكيميائي، وجبهة النصرة تتبنى اغتيال محافظ حماة، وأخبار إضافية في بانوراما دولية للزميلة عنان زلزلي. أعلنت السلطات السورية أنها توصلت إلى اتفاق مع الأمم المتحدة للسماح لخبرائها بالتحقيق في الاتهامات الموجهة إلى النظام باستخدام أسلحة كيميائية في ريف دمشق، في ظل حركة اتصالات دولية ضاغطة حول خيارات الرد على هذا الهجوم من بينها الخيار العسكري. وستباشر الأمم المتحدة التحقيق الاثنين، فيما اعتبرت واشنطن أن الموافقة جاءت متأخرة لدرجة لا يمكن تصديقها. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن مصدر المسؤول في وزارة الخارجية أن الاتفاق جرى الأحد في دمشق بين سوريا والأمم المتحدة خلال اجتماع بين ممثلة الأمم المتحدة لقضايا نزع السلاح أنجيلا كين ووزير الخارجية وليد المعلم. في المقابل جزمت منظمة أطباء بلا حدود المستقلة باستخدام غاز الأعصاب على نطاق واسع من دون أن تحدد مصدره. إلى ذلك ومن إسرائيل في ثاني أيام جولته الأوسطية التي يقوم بها، طالب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس المجتمع الدولي
السوري باتخاذ رد فعل قوي في حال ثبت أن النظام السوري استخدم غازات سامة في الهجوم الذي وقع في الفترة الأخيرة في ريف دمشق. بدوره ولدى افتتاح الاجتماع الأسبوعي لحكومته وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديدا مبطنا إلى سوريا عقب تردد مزاعم عن أن النظام السوري استخدم سلاحا كيميائيا، وأشار إلى أن إسرائيل لن تتردد في الرد على هجمات ضدها من جانب سوريا. وفي سياق متصل دعا بابا الفاتيكان فرانسيس إلى إسكات صوت الأسلحة في سوريا منددا بتزايد المجازر والفظاعات وداعيا الأسرة الدولية لإيجاد حل. وفيما تتواصل المعارك بين طرفي النزاع في أنحاء مختلفة من سوريا اغتيل محافظ مدينة حماة أنس عبد الرزاق ناعم بتفجير سيارة مفخخة بموكبه في المدينة الواقعة في وسط سوريا. وكان الرئيس السوري بشار الأسد عينه بموجب مرسوم صادر في 10 تموز من العام 2011 محافظا لحماة بعد إقالة المحافظ السابق أحمد خالد عبد العزيز. هذا وقد تبنت جبهة النصرة عملية اغتيال محافظ حماة بسيارة مفخخة استهدفته أثناء عودته من عمله. جدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ناصر جودة موقف بلاده الثابت الداعم لخيارات الشعب المصري الحرة منذ ثورة 25 من يناير عام 2011 وخروجه يوم 30 من حزيران الماضي في أكبر حشد إنساني يشهد له العالم. وشدد في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي بعد لقائهما بمقر وزارة الخارجية الأردنية على مساندة الأردن الكاملة لخارطة الطريق السياسية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية. وعرض فهمي لنظيره الأردني الخطوات التنفيذية الجارية لتطبيق خريطة الطريق. وإنما خريطة الطريق تضمن المشاركة السياسية لمختلف أطياف المجتمع المصري بتوجهاتها السياسية دون استثناء، طالما تم نبذ العنف ودون أن يكون هناك جرائم محددة ضد طرف أو طرف آخر. إذن المسألة مفتوحة للجميع وإنما في إطار الدولة المصرية. بدأ سلطان عمان قابوس بن سعيد زيارة لإيران يتوقع أن تتضمن التوسط بين طهران وواشنطن خصوصا في الموضوع النووي، إضافة إلى بحث الملفات الإقليمية وبالذات أوضاع مصر وسوريا. وعقد الرئيس الإيراني حسن روحاني جلسة مباحثات مع السلطان قابوس استعرض فيها أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية. واستنادا إلى مصادر دبلوماسية عمانية فإن مسقط ترغب في تعزيز موقعها كوسيط مفضل بين طهران والغربيين حول موضوع السلاح النووي الإيراني. وزيارة السلطان قابوس التي تستمر 3 أيام هي الأولى لزعيم أجنبي لإيران منذ تولي الرئيس الإيراني حسن روحاني منصبه في 3 أغسطس الجاري. 23 عاماً و7 شهور قضاها الأسير المحرر محمد عبد المجيد صوالح في معتقلات العدو بعد أن كان محكوماً مدى الحياة. قناة الجديد زارت منزل الأسير في قرية عزموط قضاء نابلس وعادت بالتقرير التالي. من أقبية المعتقلات إلى شمس الحرية، فبعد 23 عاماً و7 شهور تحرر أخيرا محمد عبد المجيد صوالحة من معتقلات العدو الصهيوني وعاد إلى بيته وأهله في قرية عزموط قضاء محافظة نابلس المحتلة. الشغلة اللي كنت أتمناها يعني هي بين يدي، يعني أمسك إيد أمي إيد أبوي أبوسهم أحضنهم، هذا الحلم أكبر حلم كان عندنا. يعني من السما نزل شو مثل حكاية الواحد اللي بقضب هالعصفور وشدوا فدي بكيت جوا حنم واحد ظلنا عيط أقول هي يا ربي هي يا ربي فرج على ابني وجميع المساجين. واعتقل صوالحة وهو في 17 من عمره بعد اشتراكه في عملية فدائية في قلب الكيان الصهيوني أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة 4 آخرين عام 1990 وحكم على أثرها مدى الحياة. كان في باص داخل إسرائيل رقم الباص 66، عملية كانت بسكاكين مثل عمليات عادية، كانت رد على مجزرة القدس. وتحرر صوالحة ضمن تفاهمات فلسطينية إسرائيلية تقضي بالإفراج عن أسرى ما قبل توقيع اتفاق أوسلو على 4 مراحل مقابل استئناف المفاوضات بين الطرفين. وزير شؤون الأسرى والمحررين كشف لقناة الجديد
تفاصيل دفعة الإفراج الثانية المقبلة. في بداية شهر 10 كما قلت بين دفعة وأخرى شهرين، على مدار 8 شهور سوف يطلق سراح كل الأسرى المعتقلين قبل اتفاقية أوسلو وبدون استثناء. القضية الوحيدة التي طلبنا القيادة الفلسطينية أن تتدخل فيها هي أن نكون شركاء في تحديد أسماء من سيفرج عنهم في 3 دفعات القادمة. وتسرب للجديد معلومات عن قرب التوصل لاتفاق فلسطيني إسرائيلي يقضي بالإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزين في مقابر الأرقام السرية. الإفراج عن بقية أسرى ما قبل أوسلو وجثامين الشهداء مشروط بتقدم المفاوضات التي ضربها العدو بعد إعلانه المصادقة على أكثر من 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، الأمر الذي يهدد بفشلها في أي لحظة، من مدينة رام الله المحتلة. نزار حبش، قناة الجديد. أهلا من جديد. بين الزهد والتأمل ومريم البكر فاض حرير مرسال خليفي. الحفلة يعني كانت من الحفلات الكتير عندها معنى خاص. اولا ما فيها هالديكور، ما فيها هالبهرجة اذا بدك، يعني هي كانت حفلة مثل ما ذكرت بالاسود والابيض، فيها هيك عودة الى الذات. حتى الجمهور يعني مثل ما شفت اليوم كان عنده هذا الصمت وهذا الهدوء وهذا الخشوع إذا بدك، لأنه كان في صلاة، كان في منادات، كان في نجوى، كان في حب في هذه السهرة، كان في حب وكان في دفء. ومثل ما شفت أنه هذا الجمهور كان عم بيشارك مشاركة كتير حميمة، ومش مثل ما بيقولوا انه الجمهور مثل ما عودوه، لا، الجمهور هو المهم انه يكون في ماده تنعطى له تيقدر هو يتشارك معه. أي حفل بهذا المستوى يقام هو تحدي للأوضاع، وهو تأكيد على أنه الثقافة والفن والحضارة ما بيموتوا بوجه القتال والسلاح. كيف ترى ما يحصل في الوطن وفي الوطن العربي؟ كتير صعب، يعني هناك وحشية كبيرة في دم كتير، الناس عم بتصرخ عم بتقول لا، بدها خبز، بدها مي، بدها جامعة، بدها مستشفى، بدها علينا أن على المسؤول أن يسمع هذا الصوت لا أن يقمع هذا الصوت. فيمكن الموسيقى يمكن أعطت هلأ ساعتين فيها كان في حالة إنسانية حلوة، بتمنى أنه يبقى هالشي ياخدوه معهم على بيوتهم ونتابع بهذا الحلم اللي هو مش لازم ينكسر.
قدمت الفنانة ماجدة الرومي حفلات مهرجان البترون الدولية مساء السبت موجهة رسائل سياسية وإنسانية تدعو للسلام والمحبة. هذه الأغنية هي تحية من القلب إلى جميع الشهداء الذين سقطوا منذ بدء الحرب الأهلية حتى اليوم، تحية استهلت فيها الفنانة ماجدة الرومي حفلتها في اختتام مهرجانات البترون الدولية. واغتنمت الرومي حفلها لترد على الجدل الذي أثارته كلماتها في البحرين. أنا رسالة واضحة للي بده يقراني، إذا جاي عباله يقرأ. أتمنى على اللي اجتهد بكل السلبية الممكنة يجتزئ جملة من كلام كان وقته دقيقة ونص، تيمكن يشفي سلبيته لسبب ما بعرف شو هو، الله بيعرف شو هو. كنت بتمنى عليهم كل اللي اجتزئوا من كلامي وعلقوا لو ركزوا معي على كل الإيجابيات اللي كانت بالمؤتمر الصحفي لحظات قبل ما فوت على الحفلة وخلال هاي الحفلة. أنا لبحكيك اليوم مش حتى لأسأل ليش ما عطيتوني فرصة دافع عن نفسي، وأنا وراي عمر كانت فيه رسالتي رسالة خير، ما رح أسأل حتى هالسؤال. أنا على قد ما بشكر الناس اللي وقفت معي باللي صار هالأسبوع بشكرهم وبقول لهم كتر خيركم، بعد الدنيا خير من خلالكم. بشكر كمان اللي هجموني جميعا، من كل قلبي بشكرهم، لأن قسوتهم علمتني قديش الرحمة حلوة. لو عليت صوتي بيكون حتى اسألهم باسم ربنا يلي بيقولوا انه بحبوه، باسم لبنان يلي بيقولوا انه عنده تجاهه من الوطنية القدر الكافي انه يركزوا على الايجابيات اذا بدهم نعمل شيء اسمه وطن، والا ما حدا يسال لسبب كل هالتشرذم اللي نحن فيه. اكثر من 5000 شخص حضروا المهرجان وغنوا مع ماجدة الحب والصلاة والوطن. أغنية السيد الرئيس كان لابد أن تسبقها رسالة توجهت بها الرومي إلى رئيس الجمهورية قائلة له: سيد الرئيس، أتوجه بهذه الصرخة من قلب من ليس لديه صرخة تصل إليكم، أن نقدر بوقفة ضمير أن نغير بالمكتوب لنا، والخطر على الأبواب، ربما إذا سمعنا أحد الليلة يرحمنا. وبعد ساعتين وربع الساعة اختتمت ماجدة الرومي حفلتها بالنشيد الوطني اللبناني وطلبت من الجمهور أداءه بمفرده. مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية تساهم في دعم مخيم سيميا للصيفي في حصرون.
هكذا استقبلت نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الوزيرة السابقة ليلى الصلح حميدي مع انتهاء العطلة الصيفية وعشية انطلاق العام الدراسي الجديد خلال زيارة إلى منطقة حصرون في الشمال للاطلاع على أهم نشاطات المخيم الصيفي الذي تقيمه جمعية مراكز التدريب على الطرق التربوية النشطة في لبنان سيميل، والذي يضم أولادا من كافة المناطق اللبنانية، وهي المنظمة غير الحكومية التي تهتم بتفعيل دور الشباب في مجتمع. وقد ساهمت مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية بدعمه للسنة الثالثة على التوالي لما يشكله من عمل اجتماعي يساعد على انخراط جميع الفئات الشبابية والأولاد في إطار المجتمع ويوفر لهم بيئة احتضانية وإنسانية. وكان في استقبال الوزيرة الصلح ممثلات عن الجمعيات المشاركة والراهبات والسيدة سناء حلواني الطويل التي جالت معها في المخيم وقامت بعملية شرح مفصلة حول أهمية النشاطات الصيفية واللا صيفية وانعكاسها على تنمية القدرات الجسدية والفكرية والثقافية لدى الأولاد، حيث أشارت إلى قيام الجمعية مسبقا بدورة تدريبية لمجموعة من المتطوعين الشباب بهدف تعليمهم كيفية الاهتمام بالأولاد وطريقة التعامل معهم. والآن نبقى مع أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت الاثنين 26 آب 2013 ونبدأها مع النهار. واشنطن استعدت عسكريا وحددت أهدافا سورية. زيارة المفتشين لمكان الهجوم الكيميائي تأخرت. اجتماع دولي لتحصين لبنان في 25 أيلول رعد عن إمكان تأليف حكومة تفجير البلد. قابوس الزائر الأول في عهد روحاني يزيد التعاون ويسعى إلى خفض العقوبات. ننتقل إلى السفير. المراقبون الدوليون اليوم في محيط الغوطتين، أين يقع جناذ اثنان على خريطة السلاح الكيميائي؟ التحقيق يتمحور حول الاتصالات والسيارات والكاميرات. صدمة طرابلس تستعجل الحكومة الجامعة. طهران تستقبل فلتمن وقابوس. واشنطن تعرف خطنا الأحمر السوري. ننتقل إلى الأخبار وفي أبرز العناوين: رسالة إلى حماس، ما يقبل المس بمقاومي حزب الله. ملس يحقق في طرابلس، تهويل بالحرب الكبرى. في الأنوار: الراعي من طرابلس أدعو إلى الحوار بعد جريمة الاعتداء على المسجدين والضاحية. واشنطن تعلن استعدادها للتدخل بسوريا وتحذيرات من دمشق وموسكو وطهران. خبراء الأمم المتحدة يزورون موقع الهجوم الكيماوي اليوم. المعارضة السورية تعلن تسلم 400 طن من الأسلحة. في الديار: أجواء السعودية، الرياض لن تتعاون مع حكومة يشترك فيها حزب الله. قربنا بين عون والحريري ومعنا ونسعى إلى عزل عون عن طهران. في بيروت: الحكومة مستحيلة بين الأمر الواقع والوحدة الوطنية. واشنطن تهدد سوريا عسكريا وإسرائيل تحرض روسيا وإيران تحذران تحرض روسيا وإيران تحذران من ارتكاب خطأ تاريخي. البابا فرانسيس لإسكات صوت الأسلحة في سوريا. في المستقبل: لهذا اليوم الراعي يعزي طرابلس بشهدائها، وحزب الله يتوقع تصعيدا في المرحلة المقبلة. سليمان وسلام يشغلان محركات تشكيل الحكومة. واشنطن: موافقة دمشق على التفتيش متأخرة ورد دولي منسق مع باريس. في البناء: لبنان أمام تحدي مواجهة الإرهاب، تشكيل حكومة الوحدة ومعاودة الحوار. دمشق تسقط ذرائع الكيماوي وإيران تحذر واشنطن وروسيا تحرك أساطيلها. استقبل السلطان قابوس في قصر سعد أباد في طهران. روحاني: تعاوننا مؤثر لإعادة الاستقرار للمنطقة. اللجنة الأممية تدخل الغوطة اليوم والجيش يوقف عملياته القتالية. في اللواء: الإجماع على استنكار التفجيرات يفرض هدنة لالتقاط الأنفاس. شرب للواء أمسكنا بطرف الخيط والجميع أصبح في دائرة الخطر. تفكيك عبوة أمام الNBN. المحققون بالغوطة اليوم وموسكو تخشى تكرار تجربة العراق. غيوم الضربة الدولية تتجمع فوق سوريا. واشنطن تحشد بالمتوسط. في البلد: لهذا اليوم إجماع على إدانة التفجيرات وانقسام سياسي على حاله. واشنطن تلوح بالغزو ودمشق تحذر. عباس: نفاوض من أجل السلام. أما في الجمهورية:
قصة المخبر اللغز في تفجيري طرابلس، وحزب الله يرى تصعيدا واضحا في المرحلة المقبلة، ضربة عسكرية محتملة لسوريا. ننتقل إلى الحياة وفي أبرز عناوينها، واشنطن تشكك وتواصل استعداداتها، وموسكو تحذر من تكرار مغامرة العراق، وفلتمن في طهران اليوم وأسلحة نوعية للمعارضة، دمشق تقبل التفتيش لتفادي الضربة. كتب غسان شربل ما بعد الكيماوي. سليمان استقبل السلام وأسئلة عن مصير إعلان بعبدة إذا استؤنف الحوار. لبنان البحث في تشكيل حكومة جامعة. مصر إرجاء محاكمتي مبارك وبديع. أخيرا مع الشرق الأوسط، مشاورات عربية ودولية وروسيا وإيران تحذران البيت الأبيض. دمشق تتراجع وتسمح بزيارة مفتشي الكيماوي، والغرب يعد الرد متأخرا. الحزب الإسلامي يحذر من مخطط حكومي لاستهدافه. تدهور الأمن في العراق يعيد الصحوات إلى الواجهة. كان في النشرة: طرابلس أشلاء، زيارات سياسيين ومسيرات تضامنية ووجع منكوبين. بلال البارودي شهادة إمام. أستبعد يكون حزب الله يكون له علاقة بالموضوع. المفتشون اليوم في الغوطة وبضمانات، النصرة تغتال محافظ حماة. وفي النشرة: مارسيل خليفي زاهدا بين حرير وصلاة. هذا كان كل شيء في نشرتنا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.